خليني أسأل الأستاذ عماد بهذه يعني الاتهامات، نحن نعتبرها اتهامات، لأن خلينا نشوف يعني أستاذ عماد، اتهامات كثيرة وجهتها بعض القوى للمفوضية، يعني منها هذه الاتهامات أن هناك محطات لم يتم إغلاقها بالموعد المحدد، يعني وظلت لي ثاني يوم هذه المحطات مفتوحة، وهسه مثل ما سمع الأستاذ إبراهيم يقول لك الأشرطة اللي عندنا شيء ونتائجكم شيء ثاني، يعني هاليوم شلون ممكن اقنع المرشح باصواته انه ما انسرقت من خلال عمليات تحدثوا بها بعض القوى السياسيه اللي خسرت الانتخابات. مساء الخير عليك وعلى ضيوفك الكرام وعلى مشاهديكم. في الحقيقه على عجاله حتى اجيب الاخ العزيز، اولا شيء المال السياسي والدعايه الانتخابيه المفوضيه اتخذت عده قرارات وكانت حازمة بهذا الموضوع واستبعدت المرشحين، ومن ضمنهم المرشحين اللي قصده الأخ العزيز، وهذا المرشح عادة المحكمة الاتحادية وليس المفوضية علاقة بها. أما بالنسبة للأعطاء اللي حصلت بالأجهزة، لأن الأجهزة حساسة جدا وبرمجياتها مشددة ضد عمليات التلاعب، فقل خلل راح تتوقف الأجهزة وتحتاج فقط باسورد وليس خلل فني. نعم. يدخل الباسورد وتعاود عملها. بالنسبة للدعاية أو الأشرطة اللي تم توزيعها، إحنا إضافة لهذه الأشرطة انطينا سيدي بنتائج المحطة وبصور أوراق المحطة. بالنسبة للمراقبين أنت لك أكو اختلاف، لا لا بس خلنا نكمل الله يخليك، يقول أكو اختلاف، الاختلاف بين النتائج اللي موجودة عند الأخوان والنتائج اللي أعلنتها المفوضية سأشرح تفاصيلها. بالنسبة للمراقبين احنا عندنا الحمد لله كان أعداد مهولة كبيرة جدا، وهذا أضاف للعملية شفافية كبيرة جدا. 495 ألف مراقب ووكيل كيان. المحطة في الإجراءات تستوعب 5 مراقبين فقط، أما إذا نوزع هذه الأعداد على المحطة فيصل من 10 إلى 12، فبالتالي مدير المحطة يستبعد منهم من 7 إلى 6 مراقبين. وفهم الأمر خطأ بأن أنه تم استبعادهم لأغراض أخرى، بالعكس هاي ضمن الإجراءات وبدأت تتغير مواقعهم. بالنسبة للمحطات واختيار المحطات ضمن القرعة، القرعة أصبحت مركزية، بالله عليك أن تكون القرعة مركزية للمحطات وأمام أنظار الإعلام والمراقبين والوكلاء والأمم المتحدة وغيرها من المراقبين الدوليين والسادة القضاة. نعم. أم أسويها في محطة في مراكز الاقتراع، موظفي المفوضية هم اللي يسووها، منه أفضل تكون؟ فاعتيادي إحنا اختارينا الأفضل، هاي مسألة. بالنسبة لإغلاق المحطات في وقتها لم تدخل ورقة الاقتراع بعد الساعة 6 مساء نهائيا. بالنسبة لإعلان النتائج، إعلان النتائج منضوية تحت القانون، القانون يقول إعلان النتائج الواصل إلكترونيا خلال 24 ساعة وبعد ذلك تعد المفوضية محطة واحدة داخل مركز اقتراع، وإن كانت النسبة غير مطابقة تعيد محطات المركز الاقتراع بالكامل ومن ثم ترسل النتائج، وهذه تحتاج زمن وتم إعلانها. ونحن أشرنا إلى هذا الموضوع بإعلاننا وبياننا الأول أن هنالك محطات سيتم الإعلان عنها وستغير معالم الخريطة بالنسبة للفائزين والخاسرين، هذا ما حدث بإعلان النتائج. وبعد ذلك عندنا محطات حدث بها خلل أثناء عملية العمل، عملية بهذه الضخامة لابد أن تكون هنالك أعمال خلل. اليوم يمكن إذاعتنا حدث بالصوت بكذا، جائز هذا الموضوع تم معالجة حسب الإجراءات في عملية النتائج. عزيزتي أنه العملية تمت، لكن المهم في العملية وبشهادة الجميع أنه العملية جرت بإنسيابية كبيرة ولا يوجد أي خرق، والدليل على ذلك الشكاوى اللي قدمت بيوم الاقتراع كانت خالية أن تكون أو ترتقي إلى مستوى الشكاوى الحمراء، أي أنه التلاعب بالنتائج، وكانت هنالك إشادة من جميع حتى أخواننا المعترضين بإدارة الانتخابات، وحتى الأخ العزيز الآن ما أشار أنه هنالك تلاعب. نعم أكو خلل فني، أما بالنسبة للبطاقات البايومترية اللي ما صوت أصحابها وما طلعت بصمتهم، لأن هنالك 2 مليون بطاقة، 2 مليون بطاقة لم يستلمها الناخب رغم جهود المفوضية بتسيير فرق جواله والاتصال بهم تخصيص مكافأة لاستلامها. هؤلاء توقفت بطاقاتهم الإلكترونية الموجودة عندهم ضمن الإجراءات، وبيوم الانتخاب تغيرت آرائهم وأنه توجهوا إلى مراكز الاقتراع، لكن هذه البطاقات لا تعمل في الأجهزة لأن توقفت. المفروض يذهب إلى مركز الاقتراع يسلمها ويستلم البطاقة البايومترية حتى يصوت بها. هذه الإجراءات الفنية اليوم إحنا إخوان كانت هذه مو نجاح للمفوضية فقط، نجاح لكم أنتم اللي ساهمتوا بهذا النجاح، سواء كان الكتل السياسية أو المراقبين أو الإعلام أو رجال الأمن، الكل اشترك بهذه العملية، وكانت العملية يذكر من قبل الجميع بين أفضل العمليات وأنزه العمليات الانتخابية.